يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنا أرغب بالذهاب إلى مكة إلى جامعة أم القرى، فهل يجوز لي الذهاب بصحبة الخادمة علما أنني أسكن في جدة؟ الخادمة إن كانت مسلمة يعني بدون محرم، نعم بدون محرم ما يجوز، لو معها 100 امرأة أو 1000 امرأة ما يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم، هو بس الخادمة. نعم. من سكان جدة إيش؟ هو اللي بسكان جدة يسقط عنها المحرم، إذا تبي تروح من الرياض ولا من مسافة بعيدة لابد من المحرم. نعم.